علم أنه بلغه حسد الناس وكذا لا يخبر الناس. بعض الناس الآن ما في شيء ما يعلم، خاصة البنات الآن، حتى بعض الشباب أو كثير من الشباب الآن، وإن ما يروح يشتري هدية صورها حاطها سناب شات ها والإنستغرام كلها إيه، حاطها سناب شات الإنستغرام، شريت كذا وداني زوجي كذا، رحت أنا وزوجتي المطعم فلان، رحت أنا وأخوي المطعم، حنا الربع أكلنا كذا، حنا الربع اشترينا كذا. في ناس ما يقدرون يشترون ولا يقدرون يذهبون إلى هذه المطاعم، إما ماديا وإما أسباب أخرى، فأنت تقعد بس تحرهم كذا، ويطلع فيهم واحد مهو مضبوط زين ويحسدك على هذا الأمر، قد يصيبك بعين على هذا الأمر. أستروا إنسان يعني أنعم الله عليك خلاص يكفي، مو لازم كل الناس تعرف أنك تعشيت المطعم فلاني أو أنك شريت الشيء الفلاني أو أنك ذهبت إلى المكان الفلاني، مو لازم. قد جاء في الحديث استعينوا على